أول رد فعل من الرئيس السيسي بشأن الملء الثاني لسد النهضة. ووردنا الآن بيان إثيوبيا عن موقفها من الحرب ضد السودان، وصدمة تفاصيل مشروع استخدام أمريكا 520 قنبلة نووية لشق قناة عبر إسرائيل قديما، وصدمة كارثة حدثت في مصر البقاء لله ننشر لحضراتكم بالتفاصيل في الفيديو، وعاجل حقيقة الهبوط الأرضي بمحيط هرم خوفو. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. تعالوا نخش على تفاصيل أول خبر معانا، وللأسف صدمة كارثة حدثت في مصر البقاء لله ننشر لحضراتكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم بين قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة. وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم. كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين. المصدر معنا كان من RT. ربنا يا رب يرحم أسر الناس اللي توفت، وإن شاء الله ربنا يشفي 66 مصاب. وكانت توجيهات الرئيس السيسي بتطوير القطارات تطويرا شاملا، ولكن هذه نظرة الرئيس السيسي عشان شاف ان كثرة حوادث القطارات في مصر يعني بقت صعبة جدا، فكان من الواجب ان يقوم بتطوير القطارات. تم تطوير جزء، ولكن يعني ان شاء الله في نهاية 2021 هيتم يعني تطوير كامل المنظومة لسكك حديد مصر ان شاء الله، وما نسمعش عن اخبار حوادث تاني بإذن الله. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ياريت تشرفنا بعمل لايك واشتراك في القناة. ويلا نخش على الخبر التالي، وصلوا على الحبيب محمد. تعالوا نشوف مع بعض أول رد فعل من الرئيس السيسي بشأن الملء الثاني لسد النهضة. الرئيس السيسي أكد على ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب. والرئيس السيسي قال برضو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البرواندي للتعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل. كما أكد على رؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل. والرئيس السيسي أعلن عن الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في برواندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات. طبعا إثيوبيا ضد التنمية، الرئيس السيسي مع التنمية. هناك فرق واضح بين المنهج المصري والمنهج الإثيوبي، يعني نرى أن مصر تساعد بعض الدول الإفريقية للنهوض أو السعي للنهوض حتى بالاقتصاد لهذه الدول. إن شاء الله نتمنى الخير، ولكن زي ما حضراتكم عارفين إثيوبيا ضد التنمية أو ضد مصالح شعوب المنطقة، وهذا الأمر سيء للغاية. وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن مصر مش هتقبل بالإجراءات الأحادية اللي بتتخذها إثيوبيا في
قضية سد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل. وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي. ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية. كلام واضح وصريح وما فيهوش أي تلاعب، ولكن نرى التلاعب دائما من الجانب الإثيوبي ويعني الرئيس أبي أحمد. تعالوا نشوف مع بعض، وردنا الآن بيان إثيوبيا عن موقفها من الحرب ضد السودان. رئيس وزراء إثيوبيا قال إن إثيوبيا مش عاوزة تحارب السودان، وأشار في الوقت نفسه إلى أن عدم ملء سد النهضة في الموعد بتاعه سيكلف إثيوبيا مليار دولار أمريكي. وأبي أحمد أكد أن الملء الثاني لسد النهضة هيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو. وأشار أبي أحمد إلى أنه بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80% من مياه النيل، إلا أننا نسعى إلى تخزين 5% فقط مما تساهم به الأمطار وليس من النيل الرئيسي. وأضاف: لا يمكن لإثيوبيا أن تكون عدوا للسودان، ولا يمكن للسودان أن يكون عدوا لإثيوبيا. تعالوا نشوف يعني لغة الاستغراب من الجانب السوداني على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا. وزير الري السوداني ياسر عباس عبر عن استغرابه من اعتراض إثيوبيا على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا. وكان السودان في فبراير الماضي اقترح تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الأمر ده رحب به مصر جدا، ولكن للأسف رفضته إثيوبيا. ودعا وزير الري السوداني إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث التي تتقاسم مياه نهر النيل. قال عباس: نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر رغم جولات عدة من المباحثات. وطالبت وزارة الري السودانية كافة الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في إنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف مصر والسودان للأسف. وطبعا زي ما حضراتكم يعني عرفتوا أن مصر رفضت الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في ملف سد النهضة، وهذا الأمر شائك جدا، وعلى إثيوبيا أن تعلم جيدا أن مصر لن تتنازل عن أي حقوق لها في مياه نهر النيل، لأن الأمر ده يمس شعوب مصر والسودان، وهذا الأمر متعلق بحالة العطش المصرية السودانية، ده مش هيحصل. تعالوا نشوف مع بعض يعني تقرير صدمة تفاصيل مشروع استخدام أمريكا 520 قنبلة نووية لشق قناة عبر إسرائيل قديما. أمريكا شافت في الستينات إنها تستخدم 520 قنبلة نووية لشق قناة بديلة عن قناة السويس تمر عبر الصحراء وفق وثيقة سرية كشف عنها نهاية القرن الماضي. وعلى خلفية الحادثة اللي حصلت من كام يوم، اللي هي السفينة اللي وقفت في نص قناة السويس وعطلت الدنيا والعالم كله، أعاد موقع بيزنس ساينس سيندر التذكير بوثيقة سرية كان كشف عنها في عام 96، وجاءت الخطة في مذكرة كان تقدم بها مختبر لورانس ليفرومور الوطني الذي تدعمه وزارة الطاقة الأمريكية، مقترحا بالقيام بعملية حفر نووي على سطح البحر بطول 257 كيلومتر عبر الصحراء. وقالت المذكرة بهذا الشأن إن التطبيق المثير للاهتمام للحفريات النووية سيكون بشق قناة على مستوى سطح البحر بطول 257 كيلومتر عبر إسرائيل. وزعمت في السياق ذاته أن مثل هذه القناة ستكون بديلا استراتيجيا ذا قيمة لقناة السويس الحالية، ومن المحتمل أن تساهم بشكل كبير
في التنمية الاقتصادية. ووصف المؤرخ أليكس فيرشتاين على حسابه في تويتر الخطة بأنها اقتراح متواضع لحل مشكلة قناة السويس. وقالت المذكرة أن الطرق التقليدية للتنقيب ستكون باهظة الثمن للغاية، مضيفة تأكيدها إمكانية الاستعانة بالمتفجرات النووية بشكل مربح في هذا الوضع. وكانت المذكرة المذكورة قد قدرت وجود حاجة إلى 4 قنابل نووية بقوة 2 ميجا طن لكل ميل، والتي تعني وفق تقديرات ويلرشتان 520 قنبلة نووية أو 1 جيجا طن من المتفجرات. أحد المسارات المحتملة التي اقترحتها المذكرة يمتد عبر صحراء النقب في إسرائيل، ويربط البحر المتوسط بخليج العقبة، ويفتح منافذ على البحر الأحمر والمحيط الهادئ. وتوقعت هذه المذكرة أن تكون المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقف عائقا أمام تنفيذ الخطة هي الدول العربية المحيطة بالكيان الصهيوني. المصدر معنا كان من RT، وRT هي التي قامت بنشر هذا الخبر من موقع Business Science Center. المصدر معنا كان من RT. تعالوا نشوف مع بعض خبر آخر معنا، وعاجل حقيقة الهبوط الأرضي بمحيط هرم خوفو. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم نشره في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول نشر صور يعني بتقول ان في هبوط ارضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار. وقال المركز انه تواصل مع وزارة الاثار والتي نفت صحة ما انتشر حول وجود هبوط ارضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار. وكان المركز نفى ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من وجود رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة رجال الاعمال بقيمة 700 جنيه شهريا. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. يعني خدوا مني النصيحة دي، بلاش ننشر اي حاجة نشوفها على السوشيال ميديا. الحاجات دي معظمها ما بيبقاش حقيقي الا لو من مصادر موثوقة بالادلة والبراهين، غير كده ما تصدقش. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. جينا لنهاية نشرة الاخبار. كان معكم اسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.